وتعليقا على القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية والرامي إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، نتابع هذه التوضيحات مع الأستاذ عبد الرحيم منار سليمي رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، كان ضيفا على برنامج ما وراء الحدث الليلة الماضية. أولا يبدو بوضوح بأن المغرب داخل بناء دولة اجتماعية، بناء دولة اجتماعية هدف ملكي نعرفه في العديد من خطاب جلالة الملك، كانت هناك هذه الإشارة، توجهات استراتيجية لسياسة الدولة نحو هذا الاتجاه. لما نضع داخل الدولة الاجتماعية الحماية، نتحدث عن الحماية الاجتماعية وداخلها هذا الشق المرتبط بالصحة، نتحدث عن هذه الدعامات. لماذا الكثير مثلا يتساءل، نحن في مرحلة كما في مرحلة كم مجموعة من دول العالم الخروج من مرحلة كورونا، ظهرت هناك حاجيات، ظهرت هناك مجموعة من الأمور التي يجب أن يكون هناك بناء لها. لهذا نجد هذه الدعامات، أولا هناك تقوية، الدعامة الأولى فيها تقوية السياسة التقويمية، حديث على الفاعلين. لماذا؟ لأن فاعلين فيهم فاعلين رئيسيين وفاعلين ثانويين، هناك إشارة للتخطيط الترابي، هناك إشارة أيضا لهيئة عليا للصحة وهذا شيء جديد، إشارة إلى ما يسمى بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، إعادة النظر فيه. ونلاحظ بأن التفكير هنا لم يعد تفكيرا مثلا بطريقة مركزية، وإنما يتجه نحو المجالات الترابية، بمعنى أنه التفكير ينطلق من الوزارة ولكن نحو مجموعة من الهيئات والمؤسسات التي هي تابعة لهذه الوزارة. أيضا هناك مسألة تأهيل العرض الصحي، تأهيل العرض الصحي، لا ننسى بأن هناك حاجيات كثيرة ظهرت خلال المراحل السابقة، مثلا مسألة صعوبات الولوج، طبيعة الخدمات الصحية، طبيعة المؤسسات أو المرافق الموجودة. ثم هناك أيضا الجانب المتعلق بالرقمنة، هذه كلها عناصر تبين بأن هناك خارطة طريق جديدة وإجراءات تنزيل الآن لتغيير هذه المنظومة، نصبح أمام منظومة جديدة. ولكن يجب أن نقول بوضوح أن مجهودات كبيرة بذلت خلال هذه المرحلة، والآن يتم الانتقال إلى مرحلة أخرى داخل إطار هذه المعادلة، الحماية الاجتماعية داخل إطار الدولة الاجتماعية.